ولكن ماشي الطريق هي طريق سيدي فني. الطريق سيدي فني هذيك راه هي، لا هذيك طريق سيدي فني، وهذه الطريق اللي جينا معها ديال خميس تيوغرا. عاد باش كتوصل لخميس تيوغرا عاد باش كتطلق الدوره ديال تيزنيت، وحنا درنا الدوره ديال ايفني. ها ايفني الطريق ديالها قدامنا، هي على اليمين كاين الطريق ديال سيدي ايفني، وعلى اليسار منين جينا خميس تيوغرا. حيت كتوصل خميس تيوغرا كتلقى الطريق لتيزنيت، هي اللي عاوتاني تلقاها على اليسار ديالك. حنا خليناها فاش كنا جايين خليناها على اليمين، ودرنا على اليسار الطريق ديال سيدي ايفني. تبارك الله الطبيعة خلابة، هذوك النخلات وصلوا، الماء موجود، دايرين هنايا واحد البراج، واحد بتي براج، كاينين هنا منتجات، جاو الناس تبارك الله مع العطلة، ناس مخلطين، ناس دقديميم، تيزنيت، سيدي فني، حتى الناس ديال الداخل تلاقينا معاهم هنايا كاينين. تبارك الله انتم كيما كتشوفوا الجبال كاع كاملين فيهم الربيع تبارك الله، والشجر طبيعة خلابة. هذا المنظر ديال النخيلات وسط الماء، الشجر تبارك الله. هنا طبيعة خلابة، كذلك سمع الطيور، صوت الطيور، الدجاج بالماء، الجبل قاع كاملين فيهم الربيع، الدغموس، ولكن ما عرفناش واش الدغموس الذكر أم الأنثى. ها هو الدغموس موجود تبارك الله في الجبال. الشجرة هذه ما عرفناش السمية ديالها، جوج الشجر، هذا كيشبه الزعتر ولكن ماشي زعتر، كيكما أرقانة صغيرة طالعة ولا شنو هادي. تبارك الله الدغموس موجود، طبيعة خلابة، قمة ديال الجبل راه هي، وكاين فيه حتى الماعز تبارك الله راه كيتجاراو. طلعوا شويه، طلعوا شويه، نزيدو نترينيو، هادشي كيف يصحاب الركابي، الرياضة الجبلية. الماعز ها الخرفان، ولكن ما كيبانوش مزيان في الصورة، تنقربو ليهم. الأرض كاملة تبارك الله مربعة، كنسمعو الصوت ديال الماعز. احنا قربنا الماعز والغنم، طبيعة تبارك الله خلابة.
منظر رائع. ها هو كيبان لينا السد بالضبط ما بين الجبلين، كما كتبان لينا واحد راهو ما بين هاد جوج الجبال. نزيدو نطلعو شوفو شنو كاين في القمة. دخلنا في هذا القاطع من الأغنام والماعز، والله مازال يلا ولدات كيرعى تبارك الله. قاطع شفناه هو يخاف هرب. طاب لو كان نحاول نطلعوا للقمة. تخطينا القطع ديال الغنم والماعز اللي كانوا مذعورين الرؤية ديالهم لينا. حشرة حشرة عجيبة. شير الخنفساء إلا أن رجليهم رجليها بنية اللون. سبحان الله فاش كطيح الأمطار الخير كيعم الخير وكتعم الحياة المنطقة كما كتشوف. مجموعة من الأشجار، مجموعة من التغمس موجود تبارك الله. كنقلب لعل نلقى الزعتر، الساعة مازال ما بليش الزعتر. شوف الله لا تلقى الزعتر راه مو كيكون موجود هنا. ها نجي تستراح انا مع راسك تحت هاد الظليلات الشجره باش نهبطو.